سو رايح نروح الان على تقرير الين لحود نجمتنا الان بفرنسا. يس شي از ببرنامج ذا فويس نسخته الفرنسيه. خلونا نشوف كيف كانت اطلالتها بهذا البرنامج. والين وعدتنا من خلال الاتصال الهاتفي انها اول ما ترجع على بيروت اول اطلاله لها راح تكون في بيروت. تفضلوا. برافو. اكيد الين لحود نحن بدنا نقول لك كل التوفيق لك، ومثل ما سبق وحكينا يوم الاحد بندعي مش بس اللبنانيه انه يشجعوك ولكن كمان كل العرب، وعلى امل انه نشوفك قريبا جدا عنا بالبرنامج. مشاهدينا متابعين معكم.